اهلا بحضراتكم من جديد. فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها النهارده انه في اطار اهتمام الدوله المصريه بتنميه الطفوله المبكره كاحد اهم ركائز التنميه البشريه، اطلقت مبادره رئيس الجمهوريه للتنميه البشريه بدايه جديده لبناء الانسان، اطلقت برنامج البدايه الذهبيه للاسره والطفل من سن صفر او منذ الولاده وحتى سن سنوات، ده طبعا بالمشاركه بين كافه جهات الدوله ووزارات الصحه والتضامن التربيه والتعليم الشباب والرياضه وأيضا وزارة الثقافة. الحقيقة أنه مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان جاءت لتضع الأسس الصحيحة للنمو الصحي والنفسي للأطفال، وهذا البرنامج بيعد يعني برنامج استثماري في المرحلة الذهبية من حياة الطفل، وهو الأساس لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هنتكلم بالتفاصيل أكتر فيما يخص هذا الموضوع مع ضيفتي اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة زينب النجار عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة. أهلا وسهلا بيكي معنا دكتور زينب. أهلا بيك، منورانا فنون القمة. الشرف ليا كله، شكرا. أشكرك. في موضوعات كتير طبعا عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، ودور برنامج البداية الذهبية للأسرة في تعزيز طبعا يعني الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية فيما يخص الأطفال. كلمينا أكتر عن هذه المبادرة. طبعا احنا بنتشرف ان المرحلة دي مرحلة كلها تموج بكثير من الانجازات العظيمة، واخرها اطلاق مبادرة بناء الانسان المصري، وده كان شعار السيد الرئيس منذ توليه الحكم. من اول يوم كان عاوز يبني مصر الجديدة ويستثمر في البشر. رأس المال البشري هو أعظم رأس مال بتملكه أي دولة، فهو بيشتغل على الجزء ده، ومن هنا كان إطلاق هذه المبادرة العظيمة اللي تم تدشينها. الحاجة العظيمة فيها إن هي ابتدت من ساحة الشعب في العاصمة الإدارية، والسيارات المنوطة بهذه المبادرة كانت زي ما هي موجودة في العاصمة الإدارية موجودة في جميع محافظات مصر. فدي إذان ورسالة إن هذه المبادرة هي تشمل كل محافظات مصر ولا تخص القاهرة على وجه الخصوص. صحيح. فدي حاجة عظيمة ورسالة توعوية عظيمة بتعرفنا. طبعا اهتمام كبير جدا بالمحافظات وبالقرى على جميع المستويات. صحيح. ومبادرات كتير جدا بتشملهم. صحيح. طب حضرتك تكلمينا عن المراحل المختلفة للمبادرة، المهام اللي بتختص بيها كل مرحلة. خلينا نقول ان المبادرة بتقوم على مرحلتين. المرحلة الاولى اللي هي تشمل 100 يوم صحة. 100 يوم صحة من خلال هذه المبادرة هتعمل على كذا محور بيضم الصحة والتضامن، وأكثر من وزارة هتشمل العمل على هذه المبادرة. هنبدأ لو اتكلمنا على إن هذه المبادرة بتقوم على إطلاق العديد من القوافل العلاجية والرسائل التوعوية الهامة التي تجوب جميع محافظات مصر والأكثر احتياجا، محدد لها حوالي 5600 قافلة علاجية. عندنا في زيادة في أعداد عمليات قوائم الانتظار، وعندنا أكثر من 980 ألف قرار نفق الدولة هيصدر على أساسه هتتم عمليات. ده غير جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، أكثر من 1.2 مليون جلسة. عندنا أكثر من 447 ألف حالة جلسة غسيل كلوي. كل دي هتتم في خلال 100 يوم. عندنا في خدمات دي خاصة بالكبار. احنا لسه، لان المرحلة التانية هي اللي بتشمل العمل على الاطفال عموما. بتستحدث يعني في خدمات حديثة بتشمل كبار السن وذوي الهمم. ان احنا بنوصل لهم خدمات للمنازل، ودي حاجة جديدة بتخص هذه المبادرة. حاجة عظيمة. وغيرها كثير من الخدمات اللي هتقدم في خلال 100 يوم، منها مد فترات العمل المسائية، التعاون مع جهاز المشروعات لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها كثير هيتم في خلال 100 يوم. أما عن دور المبادرة الأساسي اللي هو بيشمل المشروع القومي لتنمية الأسرة، وهذا المشروع الذي يشمل جميع مراحل العمرية من زيرو أو من سن صفر، بنسميها صفر لأن احنا بنهتم بالطفل من قبل ولادته ومن قبل حمل السيدة فيه. يعني عندنا البنت بمجرد ما بتدخل في مشروع الزواج اهتمت الدولة انها توفر
اخر لها مبادره المقبلين على الزواج. هذه المبادره بتقوم بعمل بعض التحاليل، تحاليل الدم وتحاليل لامراض الدم الوراثيه علشان نتاكد ان الاسره دي اسره سليمه، اسره قادره على انجاب نشء سليم. وبالتالي بيتم مراعاه الطفل يعني قبل مجيئه للحياه، قبل بدء الزواج اصلا. بمجرد ما السيده بتدخل في الحمل بنجد ان الريس او الرؤيه السياسيه شملتها. عندنا 1000 يوم ذهبيه، مبادره ال 1000 يوم ذهبيه، عندنا مبادره الام والجنين، بنعمل تحاليل خاصه بالفيروسات للسيده للمحافظه على صحتها هي والطفل لغايه ما تيجي مرحله الولاده. جت مرحله الولاده، بمجرد ولاده الطفل، الطفل بيتم من سن يوم لسن 28 يوم بنقوم بعمل تحاليل تخص الهرمونات الخاصة بالطفل، سواء من عينة كعب الرجل أو اختبار السمعيات، علشان سرعة الوصول لأي مشكلة ممكن يكون الطفل بيعاني منها في هذه المرحلة، لأنها بيكون سهل جدا علاجها والتخلص منها. يبقى أنا بشتغل على الطفل من سن يوم لحد سن 28 يوم، بتأكد أنه هو سليم، معافى، نمو، مراحل نمو سليمة. تيجي بقى مرحلة على مدار عمره، حتى بيكون في اهتمام بمتابعة تقليل معدلات الأنيميا والتقزم وسوء التغذية. يعني الحاجة الجديدة اللي حاصلة حاليا ان في تعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي وغيرها، في اننا بنعمل تدريب للناس اللي هيدخلوا مراحل ما قبل التعليم الإلزامي، الحضانات، دور الحضانة والرياض الأطفال، بندخل فيها ناس مدربة على كيفية التعامل مع الطفل في هذه المرحلة اللي هي ما قبل الدراسة. بحافظ عليه، بنشأه نمو جسدي سليم، نفسي سليم، صحيا سليم. بشوف لو الطفل ده عنده مهارة معينة بنبدأ ننميها، بحيث ان هو لما يبدأ مرحلة الدخول للمدرسة بيكون مؤهل وعلى درجة كبيرة من الوعي. الجزئية دي هي مرحلة هامة جدا في حياة الطفل، ولم يكن يعني تحظى بالاهتمام المطلوب. فكون ان احنا بنأهل الناس اللي هتدخل تدرس في الحضانات او تعلم الاطفال، نديها تدريبات ودورات وورش عمل علشان تكون مؤهلة لهذه المرحلة. ده سؤال مهم جدا. انا كنت عايز اسأل حضرتك، هل هيكون في مقدمي خدمة يعني هيترددوا على هذه الحضانات، ولا هيتم تدريب القائمين على كل حضانة؟ بيتم تدريب، يعني مش هيبقى متاح ان اي حد ما عندوش شغلة يدخل يدرس في حضانة أو يبقى مسؤول عن أطفال في حضانة. لا، هيبقى لازم معاه ما يفيد إن هو تم تدريبه وتم حصوله على دورات معينة علشان التعامل مع هذه المرحلة العمرية الخطيرة والهامة. فده كله بيدينا فكرة إن الدولة بتفكر في الطفل منذ تنشئته، وكمان لما يوصل لمرحلة الدخول للدراسة اللي هي المرحلة الثانية في المشروع، من سن 6 سنوات حتى 18 سنة، هنلاقي ان في تعاون بين وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة والثقافة. ليه؟ لان انا مش بس بعلم الطفل ده، انا بدور لو الطفل ده عنده موهبة معينة بأثقلها وبتبناها وننميها. يبقى احنا عمالين ناخد الطفل مرحلة مرحلة علشان نضمن ان هو يبقى سوي، يبقى معافى، يبقى انسان سليم صحيا ونفسيا. دور وزارة الشباب والرياضة ايضا فيها يعني عامل مهم كبير طبعا جدا فيما يخص التنشئة البدنية للأطفال. دي حاجة مهمة برضه. هي هتبقى عامة، يعني هيبقى دور الشباب والرياضة داخل المنظومة التعليمية هيبقى أساسي علشان يبقى ليهم دور فاعل وفعال مع الأطفال، علشان أحافظ على تنمية الأطفال بدنيا وصحيا. ده بينعكس جدا على استيعابهم وعلى قدرتهم على الدخول في مراحل التعليم المختلفة. الطفل لما بيبقى معافى بدنيا وصحيا بيبقى نفسيا مقبل على الحياة طبعا، عايز يأدي وعايز يقدم. طب وبالحديث أيضا عن دور الوزارات المختلفة وهذا التكاتف المشرف الحقيقة والمهم جدا في تحقيق يعني مخرجات مهمة لهذه المبادرة الرئاسية، وزارة التضامن الاجتماعي أيضا بتقوم بدور كبير في تبجيل
تمكين الأسر اقتصاديا جدا. عندنا في وزارة التضامن بتتبنى مع جهاز التنمية مشروعات التنموية المشاريع الاقتصادية التي تخص الأسر متوسطة الدخل زي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لأن هي بتعمل لها دعم وبتعمل لها تمويل وفايدة بسيطة جدا، بحيث أنها تساعد الأسرة أنها تدخل في هذه المشاريع، زائد أنها بتعمل لها دراسات جدوى استرشادية تساعدها على أنها تقدم على هذه المشروعات وتنجح فيها. طيب ده عظيم جدا. انا لانه الوقت بيخلص دايما مع حضرتك سريعا جدا دكتور، اسالك لان المشاريع كثيره جدا والانجازات يعني الوقت لا يسعنا، بس صحيح. اخيرا دور البرنامج البدايه الذهبيه في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم في عجاله، رفع معدلات الالتحاق بالتعليم، هي دي المرحلة اللي احنا قلنا ان هي من بعد سن 18 سنة احنا بنساعد الشاب على ان هو يحدد هل هو يقدر يدخل سوق العمل من خلال الالتحاق بالمرحلة الجامعية او من خلال الالتحاق بسوق العمل عموما. دي حاجة جديدة ومختلفة، لان مش كل التفكير ان انا لازم بعد ما اخلص مرحلة الثانوي ان ادخل الجامعة، لا، بقى في سوق عمل مفتوحة وفي اكتر من مجال جديدة. دايما الحديث مع حضرتك لا يمل، واكيد لينا لقاءات كثيره ان شاء الله نتناول فيها كل اللي ما قدرناش وما لحقناش نناقشه النهارده في حلقتنا. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره زينب النجار، عضو لجنه الصحه بالمجلس القومي للمراه، نورتينا في نور الكرم. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا دكتوره. اشكر موصول لحضراتكم بكل تاكيد مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام الحلقه، لكم مني كل التحيه انا وفريق العمل، التقيكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. شكرا والى اللقاء.